تعالوا نشوف كلام مكوينا ونرجع نكمل تعليق عليه. يلا بينا. It's good to be in your country once again, and looking forward to the second leg fixture against Al Ahly. أنا سعيد إن أنا موجود هنا مرة تانية وأكيد متطلع جدا لمباراة العودة أمام النادي الأهلي. No, but what am I supposed to do after winning? هو بيقول لك المفترض إن أنا أعمل إيه بعد ما أكسب مباراة، بعد المباراة لازم أحتفل. No, I say to the players that it's only half time. أنا قلت للاعبين إنه لسه في وقت لأن إحنا بنلعب أمام خصم كبير جدا في القارة الإفريقية ولازم زي ما لعبنا نقدر نقول جيد في المباراة اللي فاتت لازم نلعب نفس المستوى وأفضل في المباراة اللي جاية إن شاء الله. We show a lot of respect to our opponents. إحنا بنظهر احترام كبير جدا لخصمنا. We always approach every game with a lot of humility. وكل مباراة بيكون ليها استعداد وترتيب خاص. And that's the same message that I say to the players. ودي نفس الرسالة اللي أنا بذكرها للاعبين دايما. Well, we start the game 0-0. إحنا هنبدأ المباراة بنتيجة 1-0 زي أي مباراة عفوا. We first get a lot of information based on the starting lineup. ومحضرين معلومات كتير جدا تساعدنا على البداية قوية بكرة إن شاء الله. And then again also it depends on what happens with regards to Al Ahly and what we anticipate. واكيد ده برضه هيكون متوقف على اللي هيقوم بيه لعيب النادي الاهلي وهم هيبادروا بايه. For an example in the first half in South Africa Hani starts at right back. على سبيل المثال في المباراه اللي فاتت في جنوب افريقيا هاني عمل كوره. But then Taufik comes in as a sub. وبعد كده اكرم توفيق هو اللي كمل بعد خروج محمد هاني في مباراه جنوب افريقيا. The dynamics on the right changed completely. فالتغيير ده خلى ان احنا نغير حساباتنا احنا كمان تماما اثناء المباراه. Percy Tau moves from left to right. بيرسي تاو اتحرك من اليسار لليمين. And then the dynamics changed completely. وأكيد برضو التغيير ده خلانا نحنا نغير حساباتنا وترتيباتنا تماماً أثناء المباراة. Morrison starts instead of Karaba for an example. كمان هذكر مثال كهربا. And then the dynamics changed completely. كهربا ما شاركش وده برضو غير حساباتنا أثناء المباراة. And then you've got to understand if Rabia Abdelmonem start again also. وكمان انا كمان لسه مش عارف هل ربيعه وعبد المنعم هم اللي هيشاركوا في مباراه بكره ولا لا في ثنائيه الدفاع. Do they have a double pivot with Dieng, Atia or maybe Koka starts? ممكن مروان عطيه اللي يشارك وممكن كوكا. كوكا is left footed. وكوكا لو شارك هيكون برضو عنصر مؤثر اكيد بالنسبه له. And there's more diagonals to the right hand side with Koka in the team. لانه تحركات كوكا بالذات في الجانب اليمين اكيد هتكون مهمه جدا بالنسبه له. And so it depends on what happens with Al Ahly and how they start and what we see, and because if they start with the different dynamics then of course we've got to respond and deal with the game the way the opposition is trying to present the game to us. فبالتالي الطريقه اللي هيبدا بيها النادي الاهلي المباراه هي اللي هتخلينا نشوف احنا هنواجههم ازاي، هل هيكون طريقه دفاعيه، هل هيكون طريقه تاثيرها ازاي علينا، وده اللي هيخلينا نشوف هنواجههم ازاي. But the one important thing is I hope there's three good teams tomorrow. ولكن اللي اقدر اكد عليه هي انها هتكون فعلا مباراه بين فرق جيده جدا بكره. I am very surprised that Al Ahly complain about everything. انا متفاجئ جدا لان انا شايف انه النادي الاهلي بيشتكي من كل حاجه. Before the first leg Al Ahly complained that we played 3 o'clock. قبل لعب مباراه الذهاب الاهلي اشتكى انه هيلعب المباراه الساعه 3 العصر. And yet they are allowed to fixture the game at their time in the second leg that suits them. وكمان مباراه العوده تم تغيير وقت مباراه العوده. You hear no complaints from Mamelodi Sundowns. احنا بالنسبه لفريقنا ما فيش اي حاجه اشتكينا منها. I am surprised that Al Ahly are always complaining about referees only when they lose. انا متفاجئ ان كل مره النادي الاهلي بيخسر بيقدم شكاوى في الحكام. Jose Mourinho once said that once a big club starts to look for other factors apart from football when they lose, they start losing their status as a big club. المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو كان عنده وجهه نظر انه كل ما الفرق تبتدي تبص لاي عوامل خارجيه بره عن كره القدم هو ده الوقت اللي هتبتدي فيه الفرق تخسر مباريات. And I hope that's not the case with Al Ahly because they are the flagship of African football. وانا اتمنى انه ده ما يحصلش مع النادي الاهلي لانه بكل تاكيد النادي الاهلي ليه اثر وتاثير كبير جدا على كره القدم الافريقيه. The rest of the world and Europe look at Al Ahly as a reflection of what African football represents. كل الأنظار في أوروبا بتنظر للنادي الأهلي على إنه حاجة مهمة جدا ومؤثرة وبتأثر بشكل كرة القدم الإفريقية. And so my question after the complaints is what is really the intention? فبالتالي بيكون دايما سؤالي عن الشكاوى المقدمة بتكون إيه النوايا من وراء تقديم الشكاوى دي. Because I can go through a list of incidents. لأن أنا أقدر أقدم لحضراتكم دلوقتي قائمة بالأحداث اللي حصلت قبل كده. Where the referees did not
act in what I thought would be the just way. ان الحكام ما احتسبوش قرارات من وجهه نظري انا كانت قرارات المفروض انها تتاخد وكانت قرارات صحيحه من وجهه نظري. And first is to acknowledge that Hani comes into the match already with a yellow card. وهتكلم عن خروج محمد هاني من المباراه اللي فاتت بعد حصوله على كارت اصفر. And the rules are if he picks up a second yellow he misses the next match. والمفترض انه وفقا للقوانين بعد حصوله على الكارت الاصفر المفروض ان هو ما يلحقش وما يلعبش المباراه القادمه. He makes a clear foul in 10th minute 43 against Tapelo Maseko. هو عمل فاول صريح في المباراه. No yellow. وما خدش كارت اصفر عنه. He makes another foul 39th minute 53. وعمل فاول تاني في الدقيقه 39 هو بيذكر هو كاتب الدقائق تحديدا وعمل فاول تاني في الدقيقه 39 وبرده ما حصلش على كارت اصفر against the same Tapelo Maseko امام نفس اللاعب اللي ارتكب ضده الفاول الاولاني stops a promising attack and gets no yellow card فبالتالي هو ما توقفش عن الاعتداءات اللي بيعملها مع اللاعبين وما حصلش على كارت اصفر 27th minute 8th second there's a sliding tackle from Atia on Gaston in front of the box تحديدا في الدقيقه 27 و28 ثانيه كان في كوره برده لمروان عطيه no yellow card وما حصلش عليها على كارت اصفر نتيجه الكوره دي Abdel Mulim a couple of seconds on 27th minute exactly fouls Temba Zwane محمد عبد المنعم في الدقيقه 27 برده كان ليه كوره no yellow card وما حصلش على كارت اصفر نتيجه الكوره دي او الالتحام ده 31 minute 04 late slide tackle on Gaston Sirenio وفي الدقيقة 31 و4 ثواني بكرر مرة تانية هو كاتب الدقائق والثواني في الدقيقة 31 و4 ثواني كان في كورة أخرى لم يتم احتسابها. No yellow card. لم يتم احتسابها ولم يتم إصدار كارت أصفر من الحكم للكورة دي. 36-16 Abdel Mounim pulls Tapelo Maseko down in front of the box. No yellow card. أمام منطقة الجزاء محمد عبد المنعم في الدقيقة 36 برضو كان في كورة والتحام قوي جدا منه ما حصلش على كارت أصفر. All of these are promising attacks and situations where the offender should get a yellow. كل المواقف اللي انا ذكرتها دي حدثت اثناء المباراه وتستحق الحصول على كارت اصفر. And the laws of the game are very clear. وكانت واضحه جدا اثناء المباراه. Persistent fouling is a questionable offense. لانه فكره انه الفاول اللي بيرتكب بعنف دي حاجه لازم يتم اتخاذ قرار عشانها. And I would say that the coach being as smart as he is, he pulls Hani off because he's on the edge and puts Tawfiq at right back. وانا شايف كمان انه قرار المدير الفني للنادي الاهلي مارسيل كولر باشراك اكرم توفيق على حساب محمد هاني ده كان قرار ذكي جدا نتيجه الالتحامات اللي عملها محمد هاني اثناء المباراه. There's a shout for a handball that hits Slim 56-43. كمان كان في كوره كمان عملها محمد هاني كانت باليد في الدقيقه 46 no penalty for Sundowns ولم يتم احتساب ضربه جزاء لنادي Sundowns على الكوره دي رغم انها كانت 65-34 Mendieta is pushed inside the box تم دفع لاعب منزي في الدقيقه 56 داخل منطقه الجزاء by Afsha من اللاعب محمد مجدي أفشا no penalty ولم يتم احتساب ضربه جزاء no yellow ولم يتم حصول اللاعب محمد مجدي أفشا على كارت أصفر. مالول 76-55 مالول فاولز تابيلو ماسيكو. كان في فاول من علي معلول في الدقيقة 56 على اللاعب ماتاكو. Sundowns at the end of the game 7 fouls 2 yellow cards. كمان إن Sundowns في نهاية المباراة في الدقائق الأخيرة كان في فاولات كتير جدا تلعبت عليه. الأخلي 13 fouls. One yellow card. لو هنقارن Sundowns كان ليه 7 فاولات النادي الأهلي كان ليه 13 فاول اتحسبوا عليه في نهاية المباراة في الدقيقة الأخيرة. Now I think if there is a team that needs to complain. فبالتالي أنا شايف لو في أي نادي يستحق إن هو يقدم شكوى عن اللي حصل. It should be Mamelodi Sundowns. أكيد هيكون نادي Mamelodi Sundowns. شرف لينا كبير نتواجدوا بمدينة في دولة مصر لمنافسة فريق الأهلي الفريق الكبير في القارة الإفريقية والمعروف عالمياً. فان شاء الله غادي نقدموا واحد المباراه اللي تكون في المساوي لتشرف العرب وافريقيا كامل ان شاء الله فالمباراه ديال الغد ما غاداش تكون سهله لا بالنسبه لينا لا بالنسبه للفريق الاهلي كما كيعرف فريق جميع فريق الاهلي المصري اللي كينافس على جميع الالقاب فريق النهائيات المعروف قاريا وعالميا فالدور ديالنا احنا كفريق ماميلودي Sundowns غادي نقدم واحد المستوى اللي غادي يشرفنا ويشرف البلد ديال جنوب افريقيا فان شاء الله غادي ندافع الالوان ديالنا ونقدم واحد المستوى اللي رضينا ورضي المدرب ديالنا ان شاء الله
فبالنسبة لنا لا بالنسبة للعام اللي فات اللي كنا قريبين من تتويج بالتشامبيونز ليغ، فاستفدنا من واحد الدرس اللي كان كبير وكان قاسي علينا بزاف. ان شاء الله هذا العام غادي نقوموا بواحد العمل اللي كبير باش نحققوا الالقاب. فهذا هو الهدف ديالنا من بدايه الموسم اللي كنا درسناه، وكنا اللي كان قال لنا المدرب ديالنا في الاول ديال العام. فان شاء الله هذا العام غادي نقدم واحد المستوى كبير اللي يشرفنا ويشرف افريقيا. والمباراه ديال الغد غادي تكون كدرس اللي استفدنا منه العام اللي فات، وان شاء الله غادي نقدموا الاحسن.